بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه مواله. يا مسلمين السلام عليكم يا هوس العرب. أنا ما يجي ثم نهض فدخل منزله ونقصد مكي دنجل أزو دكتشكن تابعين ونسك يجدت هنا أكان مسألة علمية. فخاض الناس في أولئك بأن بيشق جنانسا فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا بدأ أسلم يفسد جنانسا فأخبروه يزكى شيء أبن زكى تونا، كان زكى شيء من كاتش كذا كذا كم من فهنش كذا كذا وكذا كذا أبن زكى تونا. فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقابوا هدية فديه ولا أكو أبن زاس بري نديكما شين توكل أبن زاسي. فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر ونما يتأشيش فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. ما لم يسأل من قلوا لي وأكونا أتك إيش لي أبنى ما لم يسرمنا شيني لا يسترقون باسا تنبيا أمزكراتو أمون أبي أساميسو إسكا مفركي مفركي وتمصيبة وتأكي رقية أكنتا سوزا سيدا كنزو نعم أقول رواية لا يرقون ما لم يسن شيء ضعيفة نعم ونن أنفاني زاكي واني لا يسرقون تومي علر أنن يسرقون كوكو مدي لا أمك كاوش رواية لا يرقون مي علر دي علر أبن دا أكي نفي أبن دا أكي نفي أنن بيت القصيد ككي تنبيا يعني أكن الأمر بعدين بحلال لهرم لا كك تنبيا أنن أبن دا زاكا روكي ألا كيك توفى كبدرو أن الله كسا وني كرن تما يتوفى ما كي أكيسو كروي الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إيه ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما تضرعون. وسيس وجه ستورة ما نمسك يمسو الدعاء سوسنك إن الدعاء دمي دن كفر الدعاء ما نمسك شرطا قبول الدعاء قرن الله عز وجل هي كما استغفار كهي كدوب أبن دك سكانك علاقة كذا الله كما يلي فيني أيوة إنك الدنيا ما الدنيا كأنك تنا تفيها تاكا تنقرأ ولا أبي أسامو تو كدوب كهي والله وأنا أبو دك تكن تابعين إيش دك تكن هل ما تأتى هل ندب الدنيا كهوا كمان داسنا هون دكنا دك إذا كي ينزموت دك كهوا كإذا كنت تبأشن تأشي كهوا تو كدوب سكانك كذا الله مي كهي والله. يعني أمون دي مالسي فيوسو إسمنا كتنبيا ألا كي أموني يتنبيا ما دن باكو ما بني أمون كريز ما كيني كتنبيش كتي يتنبيا ما دن إذا أساس شركة وانا شيني بابنا وانا نزمنا من نوح عليه السلام ما لميني بان سموتو أكتش أمو السورة بان أمو السورة ولا تذرن على هذك ما تذرن ودا ولا سواعا ويغوث ويعوق ونسرا وانا ما لميني سنة النو ما سيبادة كما وندا سنجمع بين العلم والعمل إلى نسو وندا ألا أنا عمام سو والصالحين سنة تكينو أنا إيه أكجمع شيئين يهو دري سو يشي تودا أي وانكم زمان يد في إلي مية بشي هي شيء مسو أي وانكم بوتا مسي كذا سوا أكيد كوه تو أجمال مي أتونو إبادش كأني دن هكا ككراتي لو نكشي وني وني ما أدوا شين شلا يسرقون باسه تنبيا أمسو أما متم أمي دل فيها أنك كذو كريج كان شكامي كتوفى مي بتنبيا بابا كومي دن جبريل يال كان النبي يامي عائشة تلك كان النبي تامي توفي أما مي ما كان عند مكيني في باشية تنبيا بابا ككل هذا ما لا دا كل سبعة هي سفهن شيء برجو فهندا كم تشي أنشي كذا واني أشي كذا annaba ba shi ya tambaya ba yana ku bai lafiya ne sai su rike su mai kai kanka yanzu mutum bai lafiya ko limamin harami ne zaka karanta ka tofa mai ka kasan da yafi kamar kame amma kai zaka karanta ka tofa mai haka ake so amma kai ne ko shine ba so ya ce wani zo kamar karatu la yasrquna wala yaktawuna ba sa sakiya kuma da wuta dan ba so wuta ga jikin bani adam تفاؤل إنه الله سعد في الجنة ولا يتطيرون
wannan tatayyurin yana cikin shirka yana cikin kaba'ir almanhi anha at-tiyaru shirkun at-tiyaru shirkun at-tiyaru shirk haka annabi yace in at-tiyara abin da ya hana kama amdaka aw raddak mu bude hadisin dalla dalla la yasirquna ba sa tambaya kace malam wane zo ka karanta min to ina in sai da addu'a da rubutun sha wanda suke so anan ma suke rayuwa kawai wanda yake da matsala yazo su za su ga ya wa Allah Allahu akbar wa qala rabbukum ud'uni ku ku tambayeni dan dan tsawaita anan din shine karshen kitabin akan wannan masalan ma yake shine tambayar Allah wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum kuma Allah ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun to Allah fa inni qaribun na'am ujibu da'wata ad-da'i ad-da'i nafsuhu laysa al-muwassa ujibu da'wata ad-da'i idza da'ani huwa to ba wassa ghayrahu yad'u lahu ba bal ma daga cikin malan suka ce wannan ita kanta da'watakum da'watakum bid'ati da babu ita a zamanin salaf na bayan khalaf suka wannan sharri kowa su ga da'watakum abin haya zama kaman wani ado ne ma da'watakum da'watakum so ake kai shine cikin malamai suka ce ud'u Allah bi afwahin lam ta'suhu biha ku roki Allah da bakin da baku yi barna da shi ba aka ce ya za yi hakan rokin Allah da bakin wani shine suka ce ka kyautata wa mutane su za su ma addu'a ba sai ka ce su ma ba shine abin nufi dan mutum game alheri zai ce Allah ya saka wani alheri hal jazaa wal ihsan ila al ihsan heli mara kirki wannan kuma ba a aiki da su koko kuma in iza asata ilaihi za ka gani ba ma an ce ma yayi addu'a ba shi da kanshi zai fara ma kuma kowa ya san wannan dan haka akwai da nan wannan qadiyar ta addu'a ba wasa bace dan yawanci shirka ta wannan babin duk wani malami da suka boye da wannan suka faki su waliyaine kai abinda Allah ya ce wa qala rabbukum ud'uni ud'u rabbakum tadarruan wa khufya amman yujibu al-muttar laysa al-wasit aw qaribuhu al-muttar idha da'ahu laysa man wassahu kaga ne Allahu akbar mun gane jama'a qadi addu'an wallahi ba karama bace bal ma hadithin sahihan Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ce addu'u huwa al-ibada وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي اي معنى عن دعائي لانه هو العباده دنيا ما شي ماسو كدي هيسو تورو متانه سو زو اجي سو انا مكه سنا مسو ادعاء شي كما ايا تشن يا برنا دي غدا ما ابوجي يجي انا دا وانا ينا غاوا الله ابن دنا كي سو ان لله وانا اليه راجعون والله فروتا تشي كي ما تبنزا باك باك دا كومي اغودين اغودين مي سونن شي a gurin Allah dan Allah sai yake kai ka tambaye shi he ka zauna kai ka tafi kake shirka baka sallah wanda fa suka dogara akan nake magana ba kana yi ba ana ma wannan dan sauki wanda sai ka dogara akan su za su ga Allah abin da kake so wasita to ita ce asalin shirka ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa kafiran makka wanda Allah ya tsine musu yake su aka kashe su a Badr wannan mas'ala ce gata suke bauta asnamin ma na'buduhum sun san asnamin wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard aw lan zukhruf la yaquluna Allah wala in sa'altahum man khalaqahum karshen zukhruf su kansu wai halace su la yaquluna Allah a kace Allah ne ya halace ga Allah ne haji samawati kuma ka bauta wani ka semoni yani ya wasa ka bauta hanye shi Allah sai yake ka kula jama'a kai ka bau kai ka roke shi abin da kake so da wani masu 'yan sai da istikhara da wani 'yan sai da rubutun sha da wani 'yan sai da addu'a da wani 'yan sai da abubuwa da yawa wallahi in farauta ne kawai in dan fara ne lusus bain Allah wa khalqihi qutta'a turuq malamai suke ce masa 'yan fashi ne da makami suke wa Allah suke yi wa bayin Allah tsakanin Allah da bayinsa suke masa fashi da sunan malamai dan haka duk malaman da kaga suna irin wannan abun ba sa san karatu da zasu ji wannan karatun cewa zasu yi wannan karatun ba su ayi dan me mutane zasu waye wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw hudan aw nasara Allah zai cewa ƙarya kuke tsinanu kaza bai ce ba haka sai rike su a cikin lami lafiya ya ce musu qul hatu burhanakum dole suka goce ba su da burhanto
سيمون ديو عبد غير الله الا ما يجي ومن يدعو مع الله اله اخر لا برهان له به هنا برهان باك برهان كا برهان ان كان دشي دول سكا غوجي قل هاتوا برهانكم دو مالم ان قريني ان كشي مي دليلك بن دليلي والله دادي يكي dan ya san zaka gamsu kai da ka san bai dalili ka san yema dalilin ka san kenan zai ya san zai zai dora ka akan abin da yake kai shi kanshi amma duk wanda aka ce mai dalili kaga ya ta da fada ko ya ta da wani kurari ko kuma ya ce shi kai ya za ai reni yara suna mana tambaya wallahi ba malamin kirki bane kuma waliye ko ma ce wai shi waliyi ne ka duba ka gani yahud yahud la'anahumullahu Allah fi yace la'anahumullahu من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اما ندو داك سكاي سو اولي سو وليين مي حجه كمان دليلنكا الله ني يجي سنشي قال الله عز وجل قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم تشك ايه مالن اولياء يهود ف ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت الا يجي مسو دول سكا غوجي yahudu fa zai ce waliyi ne to dan musulmi ya ce waliyi ne abin wannan abin istighrab ko kuma abin mamaki ne ina Allah hakuri gare shi ko wahai bitani Allah mai zai damfara he malami na kwari su gano shi kuma in ya goce ya san jahilai shi zai zagin wannan malaman yake ta da kurakar a gane gaskiya eh na'am to shine anan shi yace wala shaytayun wala shaytayruna wa ala rabbihim tawakkalun to kaga la yastarquna طلب الرقية كأغني مكروهني ما حرام بني حكم شرعي مكروهني أنت مالكة أمك تنبيه مكروهني والمكروه إيش يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله المكروه قلنا ما ليس عرف إيش طيب نبيو ولا يكتوون دوشي ما كأغني مكروهني ولا يكتوون آخر علاج الكي دي ركن له أحاديث دي كأغا amma haramun din gashi nan kuma wajibi yana hadisin ya hada makruhi da haramun da wajib wala yatayyaruna shine annabi ce at-tayyaratu shirkun ya fi kaba'ir duk abin da aka ce mai shirka ne to ya fi kabira girma ya fi shan giya ya fi zina ya fi sata ya fi zancen mutane shirka at-tayyaratu shirkun annabi ce sallallahu alaihi wasallam shine haka ma kuma shine muballigh an Allah in fada ne kaje kai da annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa ala rabbihim yatawakkalun shine Allah ce wa ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minina kuma surat yunus Allah yace albaki Musa alaihi salam ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimina tawakkul dole kai tawakkul kai muslimina ko mu'minina in baka da wannan Allah baka rike Allah ba توكل واجب ني ما مستحب ني دان هكا حديثا يا حد بين المكروه ده بين كبيره من كبائر الذنوب اللي هو تطيرن من سنن شي يا شيغا حتى في الشرك اللي هو تطير كما غاشدن يا حد واجب توكل دوله توكل على الله عز وجل وعلى ربهم يتوكلون وانا درجه شيني اكو ها وان حديث ما مع كل 1070000 الله يقرا هو النبي صلى الله عليه وسلم وانا الامه زاد شيغا aljanna dan haka muna cikin to akwai wani harbutsi da malamai suka yi ko kuma fahimta bazan ce astaghfirullah alazim fahimta wata da suka yi malamai da duk wani magani haramun ne ada dan dole zama harbutsi ne fi'lan kamar wannan da yace mai ya kashe mutum 100 babu yace baka da tuba to wannan su ma san harbutsa anan wa'an su fa ba ayyama ta dawa su suka gyara suka ce idan sheikh salih ala sheikh da kakannin shi da abunan sa nan shine jikan al-imam suka ce wannan hanahin a wannan hadithin khasun bi hadhihi thalath la mulalakum fiha al-ilaj wala al-hubub wala al-amaliyat abadan dam mutum ma yattakil ala al-saydali yatawakkal alayhi aw yata'allaq bihi abadan yani saydali in ka zo aka san mutum yana inda yake saida magani in yana sai in ka zo kafiri ne in ka mika baka zai amma cece baka za ta yi abin za ta miƙo ma baka da ratayuwa da ita amma wannan suna da ratayuwa ne da zuciya اللي هو الرقية أنا مثلاً دو وندي شكرتو زاك أنا راتيري شي متاني سنة ما يكلم ونو ولي ولي كويا سن ونو غيب كويا سن وتآية كون اسم الله الأعظم اي كما تن الطيرتو كاقراتي زوتي اتي ما أمضاك أو ردك كان يزو أحاديثي ما أمضاك أو ردك يعني كان أغني
da ka fito da gida an kaga wani burbu ko wani wacce ke da wata illa daga Allah subhanahu wa ta'ala ibtila sai ka ce kai babu riba yanzu daga cikin tsayarar akwai mutanen da suke duma sai da wanci kayan sayara mototi ko masu talla aka akan tana adakakin a mahallat da ka za ka ce ma awwal zabun natabarak bihi wannan duman tsayarani wal a'udhu billahi la yajuz yan wannan awwal zabun ka zo to shine yace ma awwal zabun fi sabah abiu bi 50 khud lak bi 30 awwal zabun yani tabarak bi wannan zabunin awwal zabun la الرزق على الله سبحانه وتعالى أول زبون آخر زبون شين ده وني زماني شيء أباشي باشي من كنتين يكمل فعل هذا زاجي سك فعل هذا شيء يشي أزاك فارا من أول زبون كشيء أباك دين اليوم كل حاجة دين وتجي مغلوبة نسأل الله السلامة والعافية نتم إن شاء الله في الجلسة القادمة والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى جزاكم الله خيرا